السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. متابعيني وحشتوني جدا من الفيديو اللي قبل ده، يا رب يكون كل القناة محتواها عجبكم. ولو أول مرة بتزوروا القناة وانت فعلا مشترك، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو مش مشترك. دمتم ودام مساءكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفوائد الصحية الرهيبة جدا جدا للحلبة. فوائد الحلبة دي، الحلبة وهي مسلوقة تقدري طبعا تاكليها، ودي الحلبة وهي لسه مجففة، ليها فوائد رهيبة جدا جدا جدا. دي الحلبة يعني بحاول ان انا اقرب عليها عشان تكون مرئية اكتر. تمام. الحلبة دي لها فوائد لكل حاجة في الجسم. اول حاجة بتعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمي زي اضطرابات المعدة، الامساك، التهابات وظائف الجهاز الهضمي، التهابات القولون، بتعمل على علاجها. كمان بتحمي مرضى القلب من الازمات والنوبات القلبية اللي بيتعرضون لها طبعا، نظرا لاحتواء الحلبة على خصائص مفيدة جدا لصحة القلب. بتقلل كمان الالتهابات في الجسم وبتخلصنا من قرحة الفم والدمامل، وده حاجة كويسة جدا. كمان بتعالج أمراض الجهاز التنفسي زي السعال، التهاب الشعب الهوائية، البرد، النزلات، انفلونزا وإلى آخره. كمان الحلبة بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن اللي بتحارب الأمراض السرطانية، أو إنها بتعمل على الحد من تواجد الجذور الحمراء. كمان الحلبة من الأعشاب الطبيعية جدا الحلوة لعلاج مرضى الكلى والتخلص من الالتهابات. كمان بتحتوي على مضادات الأكسدة بتكافح الالتهابات، وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم. بتقلل من التهاب الالتهابات خارج الجسم زي أمراض وتورم العضلات، قشرة الرأس، الأكزيما، الجروح. كمان بتساعد مرضى النحافة على زيادة الوزن وفتح الشهية. حبايه صغيره لكن مفعولها كبير جدا 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 كده. بس لا طبعا لسه حاجات كتير. فوائد الحلبه للستات المرضعات، ممنوع 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 انها تتاخد لاي واحده حامل. بتساعد المرضعات ان بتبقى عندها نقص في امتداد الحليب، بتزود الحليب، بتحفز القنوات الحليب وبتزيد انتاجه. كمان بتساعد في الحده وبتقلل الالام اثناء الحيض الشهري، ما انتش محتاجه ان انت تاخدي مسكنات. كمان بتخفف اعراض المصاحبه للحيض الشهري، الغثيان، التقيؤ، التعب، الاغماء الى اخره. انا عملتها معاكم للشعر. كمان بتمنع ظهور الرؤوس السوداء والبثور والتجاعيد باستخدام ماسك الحلبه مع العسل. بتحافظ على نضاره البشره وتفتحها، بتعمل على علاج الدمامل والحروق، تعتبر مقشر طبيعي جدا، وبتعمل على توحيد البشرة. ان شاء الله بعمل لكم وصفات للبشرة بيها. كمان بتعالج جفاف الشعر لانها تعتبر من المرطبات الطبيعية، وبتمنع كمان تساقطه وتلفه. الاشخاص اللي هم ممنوع ان هم ياخدوا الحلبة هم بس الحوامل، لانها ممكن تعمل اجهاض. طب انا ممكن اخد معلقة منها واسلقها في مية واضيف لها الحليب واشربها. مشكلة الحلبة اللي هي بيعاني منها الناس كتير جدا هي ريحتها، ريحتها شاذة جدا، ودي كمان من الحاجات السيئة اللي بتحتوي عليها الحلبة. لكن هي كعنصر غذائي وكفايدة رهيبة جدا. بتقدري تسلقيها عن طريق اضافة معلقة لكوبايتين مية، واما تستوى معاكي بتضيفي لها الحليب. طبعا بيكون معدل المية اللي فيها اقل، بتستخدمي المية اللي فيها ما بترميهاش، وبتضيفي لها الحليب وبتحليها بالسكر. ممكن تضيف لها جوز هند، زبيب، على حسب ما انت عايزه. جميله وغنيه وكلها فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده، كل اجسامنا محتاجها. يا رب اكون بقدر افيدكم ولو بجزء صغير جدا. ادعوا لي دعوه من قلبكم. دمتم ودم مساءكم.